ما يعرف بالسعودية تبعث مبلغين إلى خوزستان صحيح. لتوهيب الشيعة لجعلهم وهابية ودعم يعني غير محدود هناك، ونطلب يعني أن بفضلكم يقول أن في بعض الإخوان بغوا على ولاية أهل البيت. صلوات الله. عندك تعليق على هذا؟ يعني هو اكو تحركات، هذا شيء ملاحظ منذ سنوات، انهم هم يعني يريدون استثمار مشاعر العداء اللي موجوده لدى الاهوازيين الكرام ضد يعني ظلم النظام الايراني، يريدون ان يستثمروا هذه الحاله السياسيه عندهم ومشاعر العداء تجاه ظلم هذا النظام انه يبعدونهم عن التشيع. يعني هكذا يريدون ايهامهم انه المشكله في التشيع وليس المشكلة في النظام السياسي الذي يحكم باسم التشيع ويسلب حقوق الإخوة الأهوازيين. لا شك الإخوة في الأهواز مظلومون وهذا أمر معلوم، ولكن يعني من ذا يتوقع أنه الأهوازيين الذين لهم تاريخ من الوفاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه يتركونهم أو يتركهم الواحد منهم في آخر حياته ويوالي أمثال عائشة مثلا أو أبا بكر؟ يعني معقولة هذا الشيء؟ إذا كان أكو أحد هكذا صنع فلا شك أنه ليس من الشيعة الأهوازيين. نعم. البررة المعروفين الأصلاء. نعم. تلقاه مهجن، تلقاه مهجن. أبناء علي بن مهزيان رضوان الله عليه وحسين بن إبراهيم الأهوازي رضوان الله عليه. هؤلاء العظماء الأهواز أصلا كانت حاضرة من حواضر التشيع وما زالت، وإلى الآن أنا أجد حقيقة الأهوازيين واقعا مفخرة للتشيع واقعا. للعلم أحد الذي بعض يعني أو ما أقدر أذكر ربما الوضع الأمني ما يساعد، بس بشكل عام للأهوازيين علي أنا شخصيا فضل عظيم من بعد قضية السجن، حقيقة احتضنوني لمجرد أني نصرت آل محمد عليهم السلام وعاديت أعداءهم. يعني ثارت حميتهم، وهم تعرف عرب وحارين. نعم. يعني عندهم حمية عربية أصيلة. نعم. فحقيقة وجدت منهم شيء لا يمكن أن أصفه. نعم. من الاحتضان والرعاية والحماية إلى أن وصلت إلى هذا المكان. فحقيقة لا نتوقع أنه هذه المحاولات وهاي الأموال التي تضخ وكل هاي الأعمال التي يفعلونها هذا سراب بقيحتين، يعني لن يفلحوا أبدا في أن يحولوا شيعة الأحواز إلى وهابيين أو حتى بكريين. بارك الله فيهم، بعيد المنال.